يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه الأيام يصاد فيها الجراد، وطريقة طبخه أنه يوضع في ماء حار وهو حي ثم يطبخ في هذا الماء، أنه يوضع في ماء حار وهو حي ثم يطبخ في هذا الماء، فهل تجوز هذه الطريقة أم أن فيها تعذيبا للجراد؟ هذه طريقة المسلمين في الجراد من قديم، تبيت كل جرادة تذبحها لحالها ما ممكن، هذه طريقة المسلمين فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، والتي تقول حرام والصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكلوا الجراد، يعني معناه أنهم ذبحوا كل وحده لحالها؟ نعم.